متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي نقدم لكم من طقس العرب، والتي ستكون محاورها كالتالي: حالة من عدم استقرار جوي متوقع أن تستمر على جنوب غرب المملكة، طقس صيفي اعتيادي في عموم المناطق، وأيضا درجات حرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. نبدأ نشرتنا كالعادة بتصور أقمار صناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، ولتوضح انتشار لكميات من الغيوم العالية بدون فعالية في عموم جنوب منطقة الجزيرة العربية بما فيها جنوب المملكة وأيضا المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة، بينما ساد طقس صافي في باقي المناطق. ننتقل الآن وإياكم لقراءة توزيع الأمطار المتوقعة من يوم الأربعاء ليوم السبت. نلاحظ استمرار لبعض الهطولات المطرية اليومية ساعات الظهر والعصر فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، تحديدا مرتفعات جازان وعسير، تكون خفيفة الشدة بالمجمل مع بعض البؤر الغزيرة التي تعمل على ارتفاع منسوب المياه وأيضا جريان الأودية. ننتقل الآن وإياكم إلى قراءة توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الأربعاء إلى يوم السبت. درجات الحرارة تستقر حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في عموم المناطق. درجات الحرارة تكون حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. طقس صيفي اعتيادي في عموم المناطق. تنخفض درجات الحرارة ليلا خاصة في المنطقة الشمالية، ليسود طقس لطيف نوعا ما خاصة خلال ساعات ليل الخميس على الجمعة، بينما تبقى الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. نذهب الآن إلى العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي مع تفرق لبعض الغيوم العالية بدون فعالية، 30 درجة مئوية متوقعة. أما للثلاث أيام القادمة درجات الحرارة العظمى تستقر حول 41 درجة مئوية يوم الخميس والجمعة والسبت، وأيضا الصغرى تستقر حول 30 درجة مئوية الخميس والجمعة والسبت. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.